الفنان الحقيقي هو اللي بيستمر عطاؤه خارج لوكيشن التصوير من خلال مشاركته في الحياة الاجتماعية والسياسية، ويشارك مؤخرا عدد كبير من الفنانين في إحدى النوادي بالأسكندرية، منهم الفنانة غادة إبراهيم واللي ساهمت بتقديمها للحفل، وشاركت كمان الفنانة حسناء سيف الدين والشاعر عمرو أطامش، واللي الحقيقة أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في الحفل ويكلمونا عن أعمالهم الفنية الجديدة واللي هينافسوا بيها في رمضان القادم. تعالوا مع بعض نلتقي بنجومنا وفنانينا اللي اشتركوا في الحفل. الحقيقة أنا مش بدعم الجمعية، أنا بدعم رغبتنا في الحياة، بدعم فكرة إن إحنا في بينا تعاطف وتآخي وبعد اجتماعي مطلوب. بأكد لكل الولاد إنه إحنا كلنا أسرة واحدة. أنت وجودك ليه؟ لنفس المفهوم. مصطفى قمر وجوده ليه؟ لنفس المفهوم. الفنانين والوزراء وكافة الأطياف اللي موجودة، اللي الناس بتقول اللي إحنا أهليكوا وإحنا أسركوا، ده شيء كويس قوي. مطلوب النهاردة هذه الحالة المصرية من الحميمية والتعاطف، النهاردة نبت جديد، خير جديد، ربنا يطرح فيهم البركة ويبقوا دول من يطلع من نسلهم ومن جيلهم ناس تفيدنا وتاخد بإيدنا كلنا، لأن إحنا أجيال بتسلم بعض، والجيل أنت ما تعرفش الخير في إيد على إيد مين ولا من أنهي جهة. لكن لما يكون ناس أهلهم عددهم قليل شوية إحنا أهلهم، لما ناس إمكانياتها أقل شوية إحنا سترهم وإحنا صراحهم. يعني ده يوم جميل وأرجو أن يتكرر مع كل الجمعيات وكل المؤسسات إنها تعمل هذا الزفاف الجماعي وتحتفل كده بالناس اللي مش قادرين، يا ممكن إنها هي تتكفل بهذا الزفاف الجماعي وتوفر لهم فرصة فرحة العمر. ده شيء جميل، ده شيء المفروض ان المجتمع كله يسعى اليه. احنا علينا كمؤسسات، مش بس مؤسسات ونوادي، يعني النوادي كمان ممكن تعمل ده، وكل الشركات وكل رجال الاعمال يساهموا. ايه ده شيء عظيم وثواب كبير وفرحة ما بعدها فرحة للشباب دول اللي هم مش قادرين، واحنا بنديهم الفرصة انهم يبدأوا حياتهم حياة سعيدة فيها فرحة وفيها كل اللي بيتمنوه. في حد ما بيتمناش ان هو يعمل بيت ويتجوز، ده شيء عظيم. يعني اول خطوة علشان الموضوع ده يتطور وبدأ ما يبقى فيه نادي واثنين وثلاثة، يبقى 400 و500 نادي او 600-700 جمعية خيرية، انه الاعلام يلقي الضوء على هذا الموضوع، فالجمعيات الكبيرة والحكومة نفسها تتنبه، لانه في ناس بتقوم بهذا الدعم للمجتمع وناس بتفكر في ناس، واحنا في الفترة دي احنا محتاجين ده اكتر حاجة، لانه اكتر يعني ما يعني اكتر ما فقدناه في الفتره اللي فاتت هو علاقه الناس ببعضها. فحاجه زي ديت يعني لما تتشاف وتتنفذ والناس تشوفها ويبدا الموضوع يتطور، فده خير لينا كلنا. لما تقدمت لي الدعوه كنت حريصه ان انا ابقى موجوده متواجده في حاجه زي كده، حتى ان انت زي ما انت شايف انا جايه من مصر على هنا على طول. يعني الفنان طبعا لازم، يعني من انا شايفه انه الفنان مش بس ان هو يقدم مسلسلات وفن وافلام وكده، لا هو برضو لازم يبقى حريص ان هو يبقى متواجد مع المجتمع وخصوصا في الاعمال الخيريه. فالنهارده حفله خيريه زي ديت في 10 عرايس زي القمر ايتام معاهم 10 عرسان زي القمر ربنا يحفظهم، مبسوطة جدا بيهم وعايزة أقول لهم طبعا مبروك. وحاجة حلوة قوي إنك أنت تشوف أيتام اتربوا من غير أسرة، من غير أب، من غير أم، وصلوا المرحلة إن هم يتجوزوا ويكونوا أسرة ويبقى عندهم الحاجة اللي هم اتحرموا بيها. دي حاجة يعني بالنسبة لي دي حاجة عظيمة قوي. أنا بكره كلمة أيتام، مفيش أيتام في مصر، في ناس محتاجين لنا لإسعادهم وإحنا بنسعد بيهم، يعني هم إحنا محتاجين بعض. هي شبكة علاقات متواصلة، ده دورنا في المجتمع إن نبقى متواصلين مع الناس. الفنان مش عايش في برج عاجي مرفه ملوش دعوة بالبشر وملوش دعوة بأي عمل، لا إحنا ربنا بيرزقنا عشان نرزق الناس اللي حوالينا وعشان نبقى متواصلين معاهم. حياة
حالة من الضيق بتسيطر على المخرج سامح عبد العزيز، وده بسبب الخبر اللي نشر مؤخرا في الوطن واللي بيقول التظلمات ترفض حلاوة روح والبحوث الإسلامية تؤيد المنع. رفضت لجنة التظلمات في الرقابة على المصنفات الفنية التظلم اللي تقدم به المنتج محمد السبكي ضد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والخاص بموقف عرض فيلم حلاوة روح بطولة هيفاء وهبي. وعلق مخرج سامح عبد العزيز مخرج الفيلم على الأمر وقال إن اللي بيحصل بيعتبر تعدي صريح على حرية الإبداع وحرية التعبير وإنه مش هيسكت وهيلجأ لساحة القضاء. هنروح لأهم التصريحات الصحفية اللي معانا. محمد منير: صوتي في الصندوق ولن أفصح عن مرشحي في الانتخابات الرئاسية. نهال عنبر: تجسيدي لشخصية تحية عبد الناصر، شرف كبير. نادية مصطفى: نفتخر بنجاح أغنية بشرة خير ولن نقصر في حق بلدنا. من جريدة الوطن معنا خبر منشور تحت عنوان حلمي يستقر على صنع في مصر في عيد الفطر. بتأكد التفاصيل ان فيلم احمد حلمي هيعرض في عيد الفطر وان اسم الفيلم اتغير 3 مرات من صنع في الصين الى قطن وفار واخيرا صنع في مصر. من ناحية تانية نفى الفنان احمد حلمي انه قام بدور القرد في مسلسل العملية ميسي وقال انه قام بالاداء الصوتي فقط وشخص تاني هو اللي مثل الدور. هنروح لأهم الأخبار السريعة اللي معانا. شذا تطرح أغنية وطنية بعنوان يلا يا مصري. فيلم مراتي وزوجتي يحقق 3 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه. جورج كلوني يتزوج أمال عالم الدين في الخريف في حفل زفاف أشبه بالحلم. عادل إمام يصور صاحب السعادة يوميا للانتهاء منه قبل رمضان. أسرة مسلسل أهل اسكندرية تنتقل لمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير. اسمحوا لي نروح لفاصل نرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة. استنونا.